منصور فريق او حزب في المعارضه انه رئيس الفريق ديال العداله والتنميه امام المعارض في واحد الاجتماع اعلن انه ينتمي الى الاغلبيه ولا سيد المعارضه. الله عادي اعلن امام الملا انه ينتمي الى الاغلبيه. وشنا وشكرا. فوضنا عليه. لا عندنا جوج لجان حنا اتفقنا بان لجنه التنميه القرويه تعطى الحركه الشعبيه كانهم في المعارضه. والجنة الأخرى ديال الخارجية أعطت العدالة والتنمية كأنهم في الأغلبية وشكرا.